الحريرة ديالنا وجدات، نتمنى تجربوها وتعجبكم. شفتوا كيفاش جات؟ كتجي خاطرة. هذه هي الحريرة المغربية، كتجي عاقدة، فيها كاع المكونات. وهنايا درت جبانية اخرى باش نوريكم. بسم الله. وحنا كنقدموها مع شي حاجة حلوة ضروري كناكلو الحريرة بالشباكية ولا بالبريوات ولا سيجار. المهم ضروري كنخلطو الحلو مع المالح، هذا باش متميز المطبخ المغربي بالحلو مع المالح. والحريرة ضروري الا ما كانتش شباكيه يعني، وخا ناكلوها بالتمر ولا شريحه، مهم ضروري كنديروا معاها. وهذا هو الطبق ديالنا المغربي الاصيل، حريره راه معروفه وغنيه عن التعريف، وشاركتها معكم والمقادير وكل شيء غتشوفوه ان شاء الله كيفاش درت ليها، كيفاش دورتها، كيفاش درت ليها يعني الشعريه اللي فيها الحمص القطاني. انا ما كنديرش فيها العدس الصراحه، ما كيعجبنيش فيها العدس. واصلا راكم عارفين دابا الشهر الكريم، يعني انسان احسن تكون الحاجه خفيفه ما تكونش ثقيله اكثر يعني بزاف. وبالصحه والراحه، نتمنى تجربوها وتعجبكم. واللي ما كيعرفش الحريره مغربيه ها هي قدامكم، والمقادير تاع ما غادي نشاركها معكم، ما غادي نخزن عليكم حتى حاجه، كلشي قدامكم. مقادير بسيطه وفيها مذاق السمن رائع، السمن يعني اللي كن معروفين به المغاربه ما شاء الله. وشاركتها معكم، هذا هو الطبق يعني كما نقولوا الرئيسي كيكون عند المغاربه ضروري، ما كتكون الحريره وكيكونوا انواع اخرين موجودين في الفطور، وضروري من شي حاجه يعني طاجين ولا حوت ولا لحم ولا المرقب برقوق عطى الله، هي يعني انواع، ولكن الحريره ضروري. هذه هي الشوربه ديالنا، شوربه الحريره اللي معروفه، ونتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها علاش لا. السلام عليكم احبائي، مبروك عليكم هذا الشهر، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. وجيت اليوم باش نتقاسم معكم جزء من فطوري ان شاء الله، نتقاسموا معكم شي حاجه من الفطور اللي عجباتكم. وغادي نبداو ان شاء الله بالحريره على بركه الله. غادي نحتاجوا الحمص اللي منقوع في الماء، انا خديت غير جبانيه على حساب القياس، يعني ما غاديش ندير بزاف حيت كيشرب غير الزوج ديالي. وغادي نحتاج بصله محكوكه درتها هنايا، غادي نحتاج الربيع كان كتر شويه الربيع، الحريره سهل الربيع، الكرافس خليت هاد العريش باش نوريكم، والقزبر والمعدنوس. وغادي نحتاج شويه اللحم، الحريره ما كيدارش فيها الدجاج، انا ما كنهضرش مع الاخوات المغربيات تبارك الله، كنهضر مع الاخوات يعني الاجنبيات كيبغيو يديروا الحريره. راه تقدري تستغني على اللحم وتقدري ديريها بشويه اللحم يعني باش كيبان ما الدجاج لا، ومطيشه طبيعيه انا طحناها باقا مخليها بلاستيكه، مطيشه طبيعيه طحنتها. وغادي نعاون بمطيشه الصوص وشويه زيت الزيتون، ماشي بزاف الحريره، ماشي بحال المرقه، تقريبا واحد القياس قصير، تقريبا واحد معلقه بحال هكاك، والملحه طبيعه الحال. وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال التحميره فلفل احمر، وراس معلقه صغيره بزار، ومعلقه مع صغيره سكينجبير، ومعلقه كركم،
وبطبيعة الحال ما كيناش الحريرة مغربية بلا السمن، ضروري من السمن، سمن مالح ضروري ما نديرو فيها. وغادي نبداو على بركة الله. غادي ناخد كوكوط طنجرة الضغط، وغادي ندير هذيك البصيلة. الحريرة ما كنشحروهاش، كنخوي كل شيء. غادي ندير الحمص مغسول ومنقر، وغادي ندير هاد شويه تاع اللحم، هو شويه العدومه، اي حاجه يكون فيهم شويه اللحم باش كيبنوا الحريره. وتقدري تقدري الكميه، يعني كل واحد واش كيعجبو. هنا ندير هاد لاصوص طبيعيه، مطيشه طبيعيه مغسوله ومطحونه، طحانه كهربائيه عادي. وغادي ندير هاد التوابل كلهم، وغادي ندير مليحه. بغيت نشارك معكم يومنا تاع رمضان شنو كنديروا فيه. ندير شويه، ندير الربيع، راه كميه كثيره حريره صراحه، سرها الربيع والكرافس وداك الشيء ضروري ما يكونوا، لا ما كانوش ما هي حريره. وغادي ندير شويه زيت الزيتون، تقدري ديري الزيت عادي، غير الزيت الزيتون كيعطي حل الدكسه، شفتوا ماشي بزاف يعني، واحد شويه حسب معايا هكاك. وغادي ندير شويه السمن، ضروري من السمن، كتعجبني الحريره بالسمن. ها القياس اللي درت، هذا مجهد راه حار، سمن حي. نتمنى يكون داز عندكم النهار بخير وعلى خير، وتكونوا ناشطين فرحانين بهذا الشهر الكريم ان شاء الله. وغادي نوجدوا في الطيار على قد الحال، سهل وبسيط، انسان باش يبقى عنده شويه الوقت يرتاح فيه، يدير بزاف الحوايج، يقرا فيه شويه القران، يصلي، المهم ماشي يبقى داخل غير الكوزينه الكوزينه. وشاركت معكم فطور مغربي وصافي. غادي نرد فوق البوطه، وغادي ندير الماء، قياس تاع الماء، كنغطي الحمص كامل وغنسد عليه واحد 30 دقيقه حتى كيطيب الحمص، ونفتح عليه باش نتلاقاو المراحل الاخرى اللي غادي نزيدو فيها الشعريه، وغادي نديرو فيه واحد الخليط تاع الدقيق باش ندوروها. ايوا غادي نديرها فوق البوطه ونتلاقاو البنات. خدنا هنايا شويه الدقيق مع الماء فورس يعني الفرينه، خلطتهم نسيت ما وريتكمش يعني هادشي باش ندور الحريره، كنحاول نخلطهم باش ما يبقاش فيهم هاد الحبوب. هذا هو باش كندورو الحريره باش كتكون قادره. كنحاول نخدمها مزيان باش الطراب ولا شي حاجه، المهم ما يبقاش فيها الحبوب. وعندي هاد الشعريه الرقيقه، هذه كنديرها قبل ما ندور الحريره دغيا كطيب، او الشعريه غليظه كتطليق تقدر حتى سباكيتي، ويعني كثيره ولا قليله على حساب، بغيتي الحريره تجيك خفيفه شويه يعني ما تقويش، بغيتي الحريره تجيك شويه ثقيله راك تكثري شويه الشعريه. هي بالنسبه لدابا رمضان يعني غير شويه كافي. ندرس هاد القياس وغادي نوريكم ملي غنبغي نصيب الحريره. شفتو طابت يعني طاب الحمص واللحم، غادي نجي وندير هاد الشعريه بحال هكا رقيقه دغيا كطيب كتعطلش، ومن بعد ملي طيبت الشعريه عاد ندير داك الدقيق اللي غندور به الخليط، هو اللي غيجمعوا ليا. صافي كندور ديك الخليط ديال الشعريه، ما يحتلش ليا لتحت
صافي غنخليه يطيب، راه ما كيتعطلش واحد دقيقه ولا جوج بالحساب، وندور الحريره. ها انتما معايا، هذه هي الحريره، هذه هي الحريره المغربيه. ودابا غادي نوريكم كيفاش ندورها. شوفوا هاكا بهذا الخليط، وكنحركو كنخلي المزقه واش تتحرك. هذه هي الحريره، ما خصهاش ثاني تجي خاطره بزاف وما تجيش جاريه. غادي نزيدها شويه، كنبقاو نحركو نحركو حتى تبدا تغلى، حتى تبان لي كتجالي مزقاش من التحريك. الا زديتي كتبقى ديك العجينه لتحت. الخليط دابا راه من حد هي كتغلى وهي كتختار، بدا كيختار، ما بقاش في الاول جاري، وراني مقويه فيها الربيع. راه جات تبان ديكور، ديك الشيء راه كتبان لذيذه، ربينا لذيذه صراحه، والريحه عاطيه. سمحوا لينا جيراننا، شبعنا مرويح اليوم، خصوصا اللي ماشي مغاربه المسامحه منهم. من بعد يا البنات ملي دورنا الحريره وجدات، غادي ندير لواحد البيضه، انا كيعجبني حريره فيها البيض صراحه. ايوا ها الحريره ديالنا وجدات رائعه. بكري تسنى منها. هيا حريرتنا وجدات، ودرنا فيها البيض والشعرية والدقيق، نتمنى تعجبكم، كتجي رائعة ومميزة. ما تنساوش لايك وبارتاج مع الأهل والأحباب، وكومنتار زوين.